السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم مريم وردوة مريم. تشكر جميع المشاركين القدامى والجدد ولا غادي يلتحقوا بيا ولا كنت اول مره تشوف قناتي. ما تنساش تعملي بلايك واشتراك والضغط على زر الجرس باش توصل بجديد وصفاتي اللي جد سهله وبسيطه فضلا وليس امرا. السلام الله عليكم جميعا، تشكركم كاملين، تشكر جميع المتتبعين ومشاركين اللي معي على القناة ولا غادي يلتحقوا بيا. تشكركم كاملين على تشجيعكم ليا وعلى دعمكم، تشكركم بزاف. وصفتنا ديال اليوم اللي هي عبارة عن الكيكة العادية اللي تنحتاجو فيها دقيق أبيض، زيت ودانون، أربع بيضات، جوج خمارات حمر، وفانيلا، وشوية الملح، وسنيدة، سكر ناعم، سكر سنيدة. أول شيء تنوضع البيض في الخلاط الكهربائي عندنا 4 بيضات، نضع دانون، أولا كانت الزبادي تنفع، ديك الكاس ديال دانون تنعبرو به سنيدة، سكر سنيدة، تنعمرو الكاس وتنضيفوه، تنمليوه كامل تنوضعو الشاصية ديال الفانيلا تنوضعو شوية ديال الملح وتنشغلو الخلاط الكهربائي تنخليوه لمدة جمعة بعدهم. هاد المقادير ديال الكيكه كلهم غادي يكونوا في الخلاط، ندمجو مزيان باش الكيكة ديالنا تتصدق تجي ناجحة. غادي ناخدو الزيت غنضيفوها في الكاس فداك ديال دانون، الحك ديال دانون، باش تجينا المقادير مستوية نفسها. وتشغل الخلاط كهربائي حاليا، تندوزو
نضعو الفورص الدقيق الابيض، تناخدو كاس تنوضعو في الاول كاس وربع كاس ديال العنبه، تنديرو كاس ونص، عفوا قلت كاس وربع، ما تنعمروش كامل، تنضيفو الخمارات، الخمارة الحمراء، الخمارة الكيميائية، تنوضعو جوج، تنوضعو اثنين، تنشغلو عليهم الخلاط الكهربائي، خصنا نزيدوها شويه ديال الدقيق ديال الفورص، غادي نوضعو نصف كاس اخر، هي في المجموع جوج جوج كيسان، يعني كاس كاسين، تنخليوها في الخلاط الكهربائي، من بعد سكبناها هنايا كي تجي، خاص تحتارو المقادير باش تجينا شحال، تناخدو هاد المول، ما تنديروش المول المدور، تناخدو هاد المول على هاد الشكل، لاطا أو شي كل واحد شي يسميها، تنوضعو بعد ما دهناها بالزيت الزبدة والدقيق، تنسكبو الخليط ديالنا ديال الكيكة، كيكة تجيرة يعني زوينة، يعني مقاديرها بسيطة، الكيكة العادية ديال زمان، غير هي المول مختلف، وهذه هي الكيكة ديالنا، شغلنا عليها الفرن من الفوق ومن التحت لمدة 40 دقيقة، بالنسبة على حساب الفرن، إذا كان الفرن كهربائي تاخد حتى 30 دقيقة، تجي على هاد الشكل هذا، تيخص الفرن يكون سخون بزاف، يعني درجة الحرارة عالية، تجي متفقة على هاد الشكل، وهي دي الكيكة ديالنا صبحت واجدة، حاليا غادي باش نقطعوها، غادي نقلبوها باش نحيدو ديك الزبدة وديك الدقيق اللي كان في المول، نحيدوه، تجي على هاد الشكل من تحت، كان هذا هو اقتراحنا ديال اليوم ديال هاد الكيكة هادي، نتمنى ينال إعجابكم، وتشكركم كاملين، تشكر الجميع، كل من اشترك معايا وكل من تدعمني، تشكركم جزيل الشكر، ولا كنتي أول مرة تشوف قناتي، ما تنساش دعمني بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصل بجديد وصفاتي اللي على قناتي عالم مريم وورد ويت مريم، وتشكركم كاملين، كانت هذه هي الكيكة ديالنا اللي تجي ناجحة وتجي زوينة، نتمنى تنال إعجابكم، نخليكم دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، دمتم سالمين، مع السلامة.